اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا
السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك. السلام عليك أصدق الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك من ربي السماء، السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأزكياء. السلام عليك دائم بلا انقضاء، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك دائم بلا انقضاء، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك، السلام عليك. السلام عليك أحمد يا محمد، السلام عليك طه يا ممجد، السلام عليك أحمد يا محمد، السلام السلام عليك يا كهف ومقصاد، السلام عليك، السلام عليك. يا رسول الله، يا نبي، يا نبي لك شفاعة، وهذا مطلبي يا نبي.
رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مبلغي يا نبي أنت المرتجى يا أم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يا أمرنا اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكين والبين والزائل والذاهب يسبحه الأفل والمائل والطال والقارب ويوحد الناتق والصامت والجامد والذائب يضرب بعله الساكن ويسكن بفضله الضارب. حكيم نظر بديع كمه والعجائب في ترتيب ترقيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم المؤتلف متراكب مما إلا فيه يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأنله المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقام بين نادم وتائب وخائف لنفسه واتيب وبكم من الذنوب إليه هاريم فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه تعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل يخلق آدم من التين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وجل الأصفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قيل هو آدم قال آدم به أنيله أعلى المراتب
قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه الأصائب قال ونبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آلي يبعث من تهامه بين يديه القيامة في ظهره علامة تزله القمامة تطيعه السحائب فجري الجبين ليلي الذوائب ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السبع اتباك ثاجب قدم قبلهم البعير فأزال ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنين حزين الناديب يداه ظهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن وذي يعفو ولا يواجب وإن خصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في رغبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قرب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آله ثم أرده من العرش
العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المارب فإذا شرفت تربة طيبة منه بأشرف قلب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائم صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب وحلت إلى تلك المعالم والملاعب فدع جذب الزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي جاذب صاح الرضا ودنا تلاقي وقد جاء الهنا من كل جانب
يفسدونك والتملي فما دون الحبيب اليوم حجيب تملى بالحبيب بكل لقاستين فقد حصل الهنا ونسبه كريما وسيرته مستقيما قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الثاني عطاء ابن يسار الأنكب الأحبار قال ألمني بالتوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله صنوق فلما مات بي فتاته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويدسر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يجبرون الله تعالى لكل شرف يسفون في الصلاة كسفوفهم في القتال قلوبهم مسايفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلثي يقولون الجنة بغير حساب وثلثي يدون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلثي يدون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فيقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلهم الجنة برحمتي يا عز جواهر الوجود وخلاصة إكسير سر الوجود ماده قاسر ولو جاء ببذل المجهود وواسف عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرم والجود
الكون إشارة وأنت المقصود، يا أشرف من نال المقام المحمود. وجاءت رسل من قبلك لكن لهم بالرفعة والأولى لك شهود. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم مرايس معاني أجل الأحباب المحسوس بأشرف ألقاب الراجل حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جمله بلا ستر ولا حجاب فلما ناوى نزهور الشمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنجيب المملكة جبريل. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المسون والسر المكنون الذي أوجده قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنكله في هذه ليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش طربا واستبشارا واسناد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى إلى نهاية تمام حملي فلما اشتد بالطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا
عاد الحسين مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاء الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله بك إنا بك نسعد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاء الحسين مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاء الحسين مرحبا مرحبا وصلى سلام المستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلي وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا واهداهم إلى الحق ترجى كان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصح للإنسان ويفسح في الإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا دينك الله لم يكن أحد لغضبه من رأى بديهة الهابة وإذا داه المسكين أجابا يقول الحق ولو كان مرا ولا يضمر لمسلم الجشا ولا ضرا من نظر في وجهه علم انه ليس بوجهه كذاب وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلى ثمر وإذا دب السماء دب السماء مثل حب الغمام وإذا تكلم فكلم الدر يسكت من ذلك الكلام يخرج من فيه وإذا مر بطريق عرف من تيبه أنه قد مر فيه وإذا جلس في مجلس بقي ذيبه فيه أياما وإن تقيم ويوجد من وسن ذيب وإن لم يكن قد تطيب وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزهر وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أوان الزهر وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وكان يرفق باليتيم والأرملة قال بعض واسفه ما رأيت من ذي لمة سوداء
في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعل الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم، اجعلنا من خيار أمته، واسترنا بذيل حرمته، واشرنا غدا في زمرته، واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته، وحنا متمسكين بسنته وطاعته، وامتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رأسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا، وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان معناهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب الكبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين، ولنعمائك شاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين، وحين بطاعتك مشغولين، وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا محذولين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نزمع بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا، ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين، يا غرامي صلاة بالسلام المبين
التعين. يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين. يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين. يا نبي كان أصل التكوين بعدي كن فيكون. يا غرامي نبي كان أصل التكوين من عندي كن فيكون. يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة
نسيمي تهدى إليك، صلاة لم تزل تصلى عليك، بدارك نسيمي